من زمان بيقولوا لنا إن الفطار أهم وجبة في اليوم. الفطار أو البريك فاست هو الوجبة اللي بناكلها بعد صيام وقت طويل، وإحنا نايمين بالليل بتبقى فترة صيام برضو. الصيام يعني ما بناكلش، فأول وجبة بناكلها بعد فترة طويلة من عدم تناول الطعام اسمها إفطار أو بريكفاست. هي الوجبة اللي بنبريك، يعني بنكسر بيها الصيام، بنبريك أور فاست ويث. وفي كان جدل بين الناس المتخصصة في التغذية مؤخرا حوالين نفطر ولا ما نفطرش. أنا شخصيا ما أقدرش أفطر أول ما بصحى من النوم على طول، ما أقدرش أكل وجبة، ما أقدرش أكل فول وطعمية والكلام ده كله، خصوصا لو بدري قوي في اليوم. عشان كده بحب أخد حاجة خفيفة، يعني القهوة بتاعتي أنا بزود لها اللبن شوية، طبعا مش لبن حليب عشان أنا عندي منه حساسية، لكن يعني أو أخد سيريال أو أخد حاجة بسيطة يتديني شوية طاقة لغاية ما يجي نص النهار اللي أقدر فيه أكل في الوقت اللي معدتي كانت تكون مرتاحة فيه. الألعاب دايما تقولي وتحط إيدها كده في وسط ظهري وتقولي شايفة هنا في الحتة اللي أنا حاطة فيها إيدي دي، وتروح شدة كتافي لورا علشان أفرد كتافي. طبعا العادي والطبيعي والقعدة على المكتب والكلام ده كله ما ساعدنيش ان انا اضبط البوستشر بتاعي، القوام، يعني بوستشر اسمه قوام. طبعا كلمة قوام عندنا يقولك القوام الملفوف وانها مش عارفة مقلبزة ازاي وعاملة ازاي، لكن الموضوع اكبر بكتير من ده. هو ازاي بنقف وقفة صحيحة، ظهرنا فيه اس زي حرف الاس كده، بس الاس دي كده ولا كده ولا كده، هي دي المشكلة. واضطريت كمان ان انا لسنوات كمان تانية ان انا البس باك بريسز، يعني زي قميص كان بيجبرني ان انا افرد ظهري. وكنت يعني كنت بكره ده، كنت مسمياه آلة التعذيب من القرون الوسطى، لان بنجبر ظهرنا انه ياخد وضع معين. احنا ما عندناش الثقافة دي وما تعلمناش الكلام ده. الهنود مثلا اللي هم هندوس او يوجيز بيعملوا اليوجا، ده جزء من الديانة بتاعتهم. احنا عندنا ما يقابلها اللي هو الصلاة، ولو شفتوا حركات الصلاة بتاعتنا من ركوع وسجود هتلاقوها جلاء، وفي تشابه كبير قوي بينها وبين حركات اليوجا. هذه الحركات اللي بنعملها بجسدنا فيها رسالة روحانية معينة، وفي نفس الوقت بتحرك جسمنا وبتحرك عضلاتنا. وزي ما بيقولوا الحركة بركة. دايما لما بنفكر في مفهوم الحركة بركة بنفتكر ان هو السعي والرزق والكلام ده، لكن لو خدناها بالمعنى الحرفي هنلاقي ان هي برضو بركة، لانها بتحرك جسمنا وبتنشطه وما بتخليناش نتخن. للأسف طبعا نمط الحياة اللي احنا بنعيش فيه بيحط عبء كبير قوي 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 على أجسادنا، وربنا سبحانه وتعالى رزقنا هو جسم واحد وهي روح واحدة. فيعني نحاول نحافظ على جسمنا، لأن هو اللي هيمكننا من هذه الحياة سنة بعد سنة سنة بعد سنة. أنا مش دكتورة زي ما قلت لكم قبل كده، لكن أنا بتكلم من واقع المشاكل اللي أنا بحس بيها والحاجات اللي أنا بحس بيها. فربنا سبحانه وتعالى يدينا الصحة والعافية، وأهم حاجة أنه يدينا الوعي ويدينا الإدراك ويدينا الحكمة أن احنا نشوف الصح ونشوف الغلط، نشوف الصح فنعمله ونشوف الغلط فما نعملوش، وما نبقاش مبتلين بالعند اللي ملوش أي لازمة.
اللي لما بيضر بيضرنا احنا قبل ما بيضر الاخرين. فكل واحد فينا يشوف ايه الادوية اللي بياخدها، ايه المشاكل اللي عنده، ايه مستوى الحركة اللي بيعملها، بيمشي بيروح بيجي في البيت، واحنا بنطبخ بدل ما ناخد الصينية اللي عليها البطاطس والبسلة والحاجات دي ونقعد قدام التلفزيون عشان ونتفرج، نقف شوية ونمشي شوية ونتحرك شوية. ولو عندنا ناس كبار في البيت يعني ما نمنعهمش من الحركة، بالعكس نخليهم يقوموا ويتحركوا ويتسندوا حتة حتة على قدهم. القعدة وحشة زي ما الوقوف وحش، القعدة الكتير وحشة والوقوف الكتير وحش، لأن الاتنين بيعملوا نفس الحاجة، بيخلوا عضلاتنا ثابتة، بيخلوا جسمنا ثابت. و use it or lose it، يعني الحاجة اللي ما بنستخدمهاش بنفقدها، العضلة اللي ما بنحركهاش بتضعف بتضمر. ف نتحرك واحنا عارفين الصح، كل واحد فينا عارف ان هو لازم يمشي، لازم يتحرك، لازم يروح، لازم يجي، ومع ذلك ما بنعملش الكلام ده. كلنا عارفين المفروض ناكل ايه وما ناكلش ايه، بس برضو بنسيب نفسنا الاماره بالسوء تغرينا بان احنا حته هنا وحته هنا. انا مثلا واحده من الناس بحب الحلويات وبحب الجاتوهات وبحب التورتات وبحب اكل بره واطلب حاجات حلوة، فكل ده مشكلة بالنسبة لي وعب اذا ما خدتش قرار قبل ما اروح هذا المكان ان انا مش هاكل غير كده، انا مش هاكل غير نص قطعة جاتو، انا هقسم انا وابني او انا هقسم انا وجوزي هذا المقدار من الاكل. وبناكل من الزهق، بناكل من ادمان الاكل، بناكل من حالتنا النفسية الوحشة زي ما قلتها برضو قبل كده. انا في عندي 10-15 كيلو عاملين مشكلة، اخسهم مرة وازيدهم مرة، ودلوقتي بقى الموضوع اصعب مع التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في اجسامنا. صديقتي الدكتورة بتقول لي بقت قدرتنا على ان احنا نحرق اقل، وان احنا ناكوميوليت الفات والدهون والوزن اكبر، فده مدعاة اكتر ان احنا نقنن الاكل بتاعنا وان احنا نزود الحركة بتاعتنا، مش العكس، مش ان احنا ناكل اكتر وما نتحركش خالص. انا يعني مش هاخد مسكن تاني لاني مش عايزة افقد احساس الالم اللي في رجلي اللي بيخليني ما اتكش عليها، اللي بيخليني ما زودش شويه في وان انا اتعامل معها انها بقت عاديه، لان لما ما بيبقاش فيه هذا الاحساس بالالم بيبقى عندنا احساس زائف بالصحه وبالعافيه، فبالتالي نتحرك بشكل يزود الالم، مش يزود الالم بقى، يزود الدمج، يزود الضرر في هذه المنطقه وما يديهاش فرصه انها تتعافى وانها يعني تاخد وقتها في ان هي الجسم يعالج نفسه بنفسه. انا هستأذنكم، يمكن اشوفكم بعد شوية. حياتنا كلها قرارات، والنهاردة كان لازم اخد قرار اخد مسكن قوي وأسمح لنفسي أني أتحرك على رجلي المجزوعة وأروح واجي، ولا أكون صادقة مع نفسي وأعترف أن ده كده غلط وأن ده قرار هيكون ضرره أكبر بكتير قوي من نفعه. فقررت أن أنا النهاردة أشتغل وأنا قاعدة، وأن أنا محركش رجلي، وأن أنا ما حملش نفسي فوق طاقتها، لان ما عادش الجسم بيحتمل. يمكن لما كنا صغيرين كان عندنا مخزون من الصحة والطاقة وكان جسمنا قوي، لكن كل ما بنكبر في السن، ومش عايزة اخد حد من الصغيرين، بالعكس
أنا بشجعكم قوي إن أنتوا تحافظوا على نفسكم وعلى صحتكم، لأن ممكن نيجي في لحظة من اللحظات ونبقى مش قادرين نتحرك حتى الحاجات البسيطة، فلازم نوجد لنفسنا بدائل وحلول تمكننا إن إحنا نعمل كل حاجة إحنا عاوزينها، ونخدم نفسنا وولادنا وجوازاتنا وشغلنا بس بدون ما نضر نفسنا قوي. فالنهاردة في الخفيف، الغدا فول وطعمية ومفيش طبخ ومفيش أي حاجة، والشغل كمان من على السرير. تصبحوا على خير.